مساء الخير والفل والسعاده والجمال على كل اصحابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا دايما على شاشه قناه اي تي سي، وبنيه طبعا مشاركتكم لينا من خلال ارقام تليفوناتنا اللي هتكون موجوده على الشاشه على مدار الحلقه، ومشاركتكم لينا حتنا الرسميه على الفيسبوك. اي حاجه حابين تسمعوها او تشوفوها او نتكلم عنها في البرنامج يا ريت تبعتوا لنا على طول. مساء الفل والخير عليك يا فروح. مساء الفل عليك يا ساره. مساء السعاده والهنا والثقه والجمال على كل اللي بيشوفونا من كل مكان. اتمنى زي ما ساره قالت نكون فعلا خفاف لطاف ظراف كده على كل الناس. حلقه تعجبكم ان شاء الله ويعجبكم فيها كل اللي احنا محضرينه النهارده، علشان بقى مش عايزينكم تزهقوا كده من اولها. يلا بينا يا ساره نقول على الحاجات اللي معانا النهارده، اخبار لطيفه كده ولذيذه قوي ان شاء الله. طيب في بدايه حلقتنا النهارده احنا مش هنتكلم معاكم في اخبار كتير، لكن الحقيقه احنا هنتكلم معاكم عن نموذجين لسيدتين الحبايب فرح. هو بنوته جميله اسمها ياسمين الكاشف. ياسمين موجوده دلوقتي في سانت كاترين، وظروف شغلها خلتها تاخد قرار ان هي تقعد هناك فتره. ياسمين في الاساس هي بتشتغل مدربه فنون يدويه، لما سافرت لسانت كاترين وشافت الحياه هناك واطفال المدينه قررت انها تعمل ايه يا فرح؟ قررت تعمل حاجه حلوه قوي. قوليها. قررت ان هي تعمل مبادره كده مع نفسها. المبادره دي جميله جدا، مبادره اسمها اسعد الطفل في سانت كاترين. هو اسم المبادره لوحده يا ساره مبهج. يعني اسعد، اكنه كده فعل امر، اكنها بتقول للناس انت او انت عليك ان انت تسعد. يعني ياسمين سيده بجد لازم نشكرها على انها تسيب حياتها وتسافر مكان سياحي زي ده، حاجه جميله جدا. غير انها عايزه بقى تستمتع بالمكان وانه مكان سياحي وكل الناس بتيجي من بره لسانت كاترين علشان تتفرج بالطبيعه وتشوف كده مكان حلو جدا في الصور وحلو على الحقيقه، لكن الحلو ان هي تستقر هناك، شغلها يبقى هناك، كل حياتها كل تبقى هناك. اوقات فراغها، يعني خليني اقول لكم ببساطه يا جماعه، الواحد في اوقات فراغه بيبقى عايز يعمل ايه يا ساره؟ عايز يساعد نفسه. عايز يعمل اكتيفيتيز كلها ليها علاقه بان هو ازاي يساعد نفسه. بالظبط. يعني انا في اوقات فراغي مثلا ببقى عايز اعمل حاجه بتبسطني، عايز اروح مكان حلو، حتى لو هسافر سانت كاترين هسافر عشان افصل عن العالم. هي سافرت عشان تسعد اطفال، تعلمهم حاجات، تلعب معاهم، يعني ما خلتش الوقت لنفسها. حاجه جميله قوي 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 جدا، وان شاء الله يعني بالتوفيق ليها. وفكره المبادره اساسا قايمه على انه ياسمين قررت ان هي تدخل البهجه على الاطفال اللي موجودين في المكان، فكان اول حاجه عملتها انها توزع عليهم الهدايا في المناسبات المختلفه. الله. وبعد كده تنزل وتروح تقعد معاهم، تتصور معاهم، تلعب كمان معاهم لو الموضوع احتاج لده. فشيء جميل ولافته في منتهى اللباقه ومنتهى الانسانيه من السيده ياسمين الكاشف ان هي تعمل حاجه زي دي. بجد حقيقي الناس دي بتلاقي حياتها بقى بتنور في كل في كل صح. الجوانب. ربنا بيبعت لهم السكينه والرضا والسعاده من حيث لا يدروا. عارفه لما بتسعدي الناس بتلاقي سعادتك في اسعاد الناس من غير ما تعرفي من غير ما تحسي. جربوا كده وانتوا تشوفوا، بتلاقي طاقتك مختلفه. كمان يا ساره هي ما وقفتش عند ان هي تجيب هدايا وتلعب معاهم بس، لا هي كمان بدات تعلم الاطفال دول حاجات كتير جدا تنفعهم، عشان بس ما يكونش الموضوع مجرد توزيع هدايا من غير سبب، مع ان ده في حد ذاته شيء عظيم جدا. كفايه ان هي بتوزع هدايا، ده طبعا اكيد عليه تكلفه كبيره جدا، عليها وقت، فلوس، مجهود. شيء عظيم، شيء عظيم اسعاد الاخرين، انت من نفسك بتحس كده ان طاقتك اختلفت 180 درجه. حلوه قوي ان الناس تفكر في الناس اللي حواليها كده، الفرحه تعم على الجميع والناس تنبسط، وخاصه لو اطفال. يعني دي طبعاً حاجه بتخطف القلب جدا، وانا بفرح جدا لما بشوف الحاجات دي. الحقيقه ساعات كتير جدا بيبقى نفسي اعمل حاجه زي دي، انزل اقعد مع الاطفال، اتنطط، افرح معاهم وافرحهم طبعا. فشكرا يا استاذه ياسمين انك حققتي لي امنيتي انا الشخصيه بس من خلالك انت. وعارفه الناس دي لما بتبقى موجوده كده في الحياه حوالينا وتنشر البهجه كده على الناس كلها في كل مكان، وهم موجودين الحقيقه كتير الحمد لله، مصر مليانه بالنماذج دي كتيره قوي قوي. بس ان شاء الله بتمنى انه كمان الاطفال والشباب الصغيرين يحتذوا ويقتدوا بالنماذج الحلوه الجميله اللي زي دي ويعملوا زيهم. طبعا الموضوع بيختلف جدا يا ساره، لان انت بتحسي ان الحياه بقت طاقه ايجابيه، والطاقه يعني انا وجهه نظري ان هي بتتنقل، وهي فعلا في ارض الواقع من بني ادم لبني ادم لبني ادم، طاقه ايجابيه بتتوزع علينا كلنا. هي بتعلم الاطفال ايه؟ بتعلم الاطفال اللي عندها ان هي تدي حاجات جميله، ما تبقاش انانيه، تبقى كريمه، فهم كمان اكتسبوا منها الصفات، غير الهدايا، غير اللعب، غير المعلومات العامه، لا دول هم خدوا صفات جميله جدا منها يا ساره، لان هي اللي بتعلمهم. واحده سابت شغلها، سابت حياتها، سابت كل حاجه علشان تروح تعلم ناس. احنا طبعا عشان عايزين نعرف تفاصيل كامله عن المبادره، بدات امتى وهدفها ايه، وياسمين ناويه على ايه الفتره الجايه في الموضوع ده كمان، احنا معانا ياسمين الكاشف نفسها على التليفون. اهلا بيكي ياسمين.
اهلا وسهلا بيكو. اهلا بيكي يا استاذه ياسمين. في البدايه كده عايزين نتعرف عليكي اكتر، يعني دينا بريف سريع كده عن حضرتك. انا خريجه كليه السياحه والفنادق، وشغلي الاساسي في مجال السياحه. قعدت 27 سنة في هذا المجال لغاية لما قررت من 3 سنين اني اتفرغ تماما للناحية الفنية اللي انا بحبها جدا يعني. فانتقلت من السياحة وبدأت ان انا اعمل ورش فنية للكبار والاطفال. طيب استاذة ياسمين، ممكن تكلمينا اكتر عن حياتك ما قبل سانت كاترين، يعني اول فكرة جات لك ازاي؟ هل انت كنت بتحبي تعملي الحاجات دي بره السياحة طبعا؟ ولا لا، يعني فكره انك تروحي وتعلمي اطفال والحاجات دي كلها؟ انا قبل ما استقيل من شغلي في السياحه قعدت سنتين بتعلم فنون يدويه مختلفه زي فن لف الورق وفن الديكوباج، واخدت برضو دوره عشان اكون مدربه معتمده. وبدات ان انا ادي بعد مواعيد شغلي، ادي ورش فنيه. فده كان الهدف، ان انا لقيت نفسي متجهه اكتر للناحيه الفنيه، واني خلاص يعني استفدت اكبر استفاده من السياحه. وده كان الحياه بتاعتي في القاهره قبل الكورونا وقبل سانت كاترين. طيب مبادره اسعد طفل في سانت كاترين دي بدات معاكي ازاي وايه سببها؟ يعني الفكره نورت كده معاكي امتى، وايه اللي شجعك انك تعملي فكره زي دي؟ انا كنت في القاهره في العيد وفكرت ان انا لما ارجع سانت كاترين ايه اللي ممكن اعمله في فترة الصيف، خاصة ان احنا في الصيف معظم الوقت الصباحي بنبقى قاعدين في البيت عشان الحر طبعا. ففكرت ايه اللي ممكن اعمله عشان استفيد بالوقت ده. فاول حاجة جت على بالي ان انا نفسي اجيب لهم هدية للاطفال في كاترين. وتاني حاجة اني اجيب لهم شوية لعب تعليمية ممكن ان احنا نستفيد بيها في الوقت الصباحي بتاعنا. طب اكيد طبعا الناس اللي حواليكي استغربوكي، يعني مثلا الصحاب، دايره المعارف اللي انت هتسيبي كل حياتك وتتنقلي، فممكن تكلمينا عن ردود الفعل؟ انا الحقيقه جيت كاترين من سنتين من بعد الكورونا. كانت ممكن شويه ان هم مستغربين ليه هسيب القاهره واروح في مكان بعيد، بس الحقيقه انا كنت برتاح نفسيا جدا في كاترين. وكاترين كانت يعني هي منطقة جميلة جدا، وأهلها ناس مرحبين بأي حد سواء من بره أو زائر أو أجانب. فأنا ارتحت في التعامل معاهم ولقيت إن هو مناسب إن أنا أقدر أقعد، خاصة إن القاهرة ما بقاش فيها شغل في فترة الكورونا وكل المراكز قفلوا، كل شركات التدريب قفلت. فلقيت إن أنا قاعدة مش بشتغل، طب ليه ما أروحش كاترين؟ حسيت إن هناك مكانك حاجة مفيدة. كويس قوي. طب حضرتك ناوية على ايه الفترة اللي جاية بخصوص المبادرة؟ يعني ناوية تكبريها اكتر، ناوية ان انت لا هتكملي فيها الفترة اطول من كده؟ انا يعني حاليا انا فكرت ان انا ابدأ بال3 شهور بتوع الصيف، وبما اني انا مجهوداتي شخصية يعني انا لوحدي في القصة دي، بجانب طبعا مساهمات الناس والاصدقاء والاهل ان هم يتبرعوا عشان شراء الهدايا واللعب التعليميه والحاجات دي، اكيد لانه حاجه مكلفه جدا طبعا. فانا يعني الفتره الجايه هحاول ان انا مثلا اقابل رئيس مجلس المدينه هنا، ان انا احاول اعرف اذا كان في امكانيه انه يتواجد مكان ممكن يبقى مركز ثقافي او فني يتعمل فيه الانشطه دي. وده يتطلب ايه بالظبط يعني من النواحي الماديه. هحاول ان انا اقابل حد من المجلس القومي للطفوله والامومه لو هم عندهم استعداد للمساهمه في تمويل حاجه زي دي. وبرضو انا بناشد الحقيقه الشركات الكبيره اللي عندها قسم السي اس ار اللي هو المسؤوليه المجتمعيه، ان هم يروحوا للاماكن البعيده دي زي كاترين وسيوة والواحات علشان يمولوا حاجات زي المبادرة بتاعتي، لأن ده هيضيف حاجة ثقافية وفنية للمجتمع يعني طبعا. دي حاجة جميلة يعني. بشكرك جدا، أتمنى أني أقدر أوصل لحد منهم يعني. يعني جود لك وربنا يوفقك إن شاء الله للأمام دايما، ونورتينا في إنتي. وبنتمنى طبعا أنه الشركات الكبيرة والجهات الداعمة دايما تكون موجودة في ظهر أي حد بيحب يحاول أنه يعمل حاجة خير للناس، لأنه المجتمع المدني يا جماعة له دور مهم جدا. يعني
الدوله لوحدها مش هينفع تعمل كل حاجه يا فرح، انه المجتمع المدني عليه دور مهم جدا، هو كمان لازم يكمل اللي بتعمله الدوله، والا كده الدوله مش هتقدر تعمل كل حاجه. فشابوه وشكرا جدا جدا لكل الناس اللي زي الاستاذه ياسمين الكاشف. طيب ده كان اول نموذج معانا، لكن طبعا احنا معانا حاجه كمان، نموذج تاني برضو حاجه كده يا ساره تخليكي ترفعي راسك وانتي مبسوطه جدا والله. بنتكلم هنا بقى عن المايسترو ايمان جنيدي. اللي معرفش ايمان جنيدي دي اول مايسترو ست لفرقه الموسيقى العربيه في صعيد مصر. طبعا دي حاجه انا عن نفسي مستغرباها جدا، ما كنتش اعرف يعني ان في مايسترو ست، كنت على طول بالنسبه لي مايسترو راجل وهو ده المتعارف عليه يعني، لكن انها تبقى ست وكمان في الصعيد، لا احنا نقول فعلا ان الست المصريه تقدر تعمل اي حاجه، تقدر تفوت في الحديد زي ما بيقولوا يعني، مفيش اي حاجه بتقف قدامها. ونرجع نقول تاني ان الحمد لله مفيش حاجه بقى اسمها مجتمع ذكوري او شغل بتاع رجاله بس، لا الست المصريه قدرت تدخل في اي حاجه وتنجح فيها جدا. حلو جدا والله. كان مفيش كده اي شغلانه كنت حاطه عينك عليها وكانت كده حكر على الرجال بس؟ لا بس وانا صغيره، وانا صغيره كان نفسي العب كوره قوي، كوره قوي، كره قدم، قوي شاطره، بس اهلي ما كانوش راضيين. اكيد موهوبه، انا اختبرك بره. لا مش موهوبه، انا كان نفسي بس يعني، انا كان تقليد يعني، كان ولا حاجه يعني، بس اهلي ما رضيوش. اكيد كل واحد فينا عنده جواه كده امنيات ومواهب مدفونه كانت حكر على الرجال بس، ولانه احنا واحنا صغيرين عارفه بنبقى عايزين زي نبقى شبه الاولاد شويه. ايوه يعني بتعدي علينا كده مرحله كبنات بنبقى بنلبس زي الاولاد شويه. اصل انا كان عندي في العيله اولاد عمي كلهم بيلعبوا كوره، فانا كنت عايزه اقلدهم. لكن دلوقتي انا عندي بقى يعني اقول لك الخبر المفرح بالنسبه لي، ان انا بنت خالتي بتلعب كوره هي ومتميزه جدا فيها، فعشان كده اللي انا مبسوطه بيه ما بقاش في حاجه اسمها مجتمع ذكوري او لعبه ذكريه او حاجه ليها علاقه بالرجاله لوحدها، لا احنا بقينا ندخل في اي حاجه ونتفوق فيها جدا. عشان كده احنا في البرنامج طول الوقت بنحاول نجيب لكم نماذج لستات ناجحه مكسره الدنيا في كل المجالات جوه مصر بره مصر كمان، اي ست موجوده في الدنيا كلها، عشان ندي بقى الاستاذه ايمان حقها، محتاجين نعرف الناس بيها اكتر. الاستاذه ايمان هي اصلا موجهه التربيه الموسيقيه في وزاره التربيه والتعليم في محافظه بني سويف، اتخرجت من كليه التربيه الموسيقيه، سافرت اشتغلت كمدرس موسيقي في اكتر من دوله عربيه، كونت فيها خبرات كبيره جدا جدا يا فرح، قبل ما ترجع هنا لمصر مره تانية وتبقى موجوده في او تبقى موجهه في تربيه موسيقيه. كمان هي عندها نقطه تحول اكيد في حياتها يا ساره، نقطه تحول في حياه ايمان كانت لما ترشحت انها تقود فرقه الموسيقى العربيه في بني سويف. طبعا دي حاجه تخلينا نبقى حاسين بالفخر الفظيع لانها اول سيده يتم اختيارها في المجال ده، وبرغم كده انها قدرت انها تقود الفرقه كلها فيها تقريبا 40 موسيقي وعزاف. الله يعني وحققت معاهم نجاحات كبيره جدا، الف 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 مبروك. ودايما ستات مصر هفضل اعيد فيها لحد ما النماذج تخلص، وعمرها ما هتخلص، مشرفينا في كل حته. لا عمرها ما هتخلص فعلا. طبعا اكيد الاستاذه ايمان اتعرضت لصعوبات كتير قوي في حياتها، لكن الجميل في الموضوع ان يعني تخطيتها كلها وقدرت انها تثبت نفسها في مجال هو في الاغلب بيكون محجوز اكتر للرجاله، ده غير انها في مجتمع صعيدي يعني يمكن متحفظ شويتين، الست يمكن لسه ما قدرتش انها تتحرر اكتر من كده. قدرت ان هي تحصل على 7 جوائز من ضمنها الجائزه الثانيه في مسابقه افضل مايسترو في مهرجان الفيوم، وده كان بمشاركه 32 مايسترو من الرجاله، رقم كبير قوي، 32 مايسترو من الرجاله، وقدرت ان هي تفوز بالجائزه الثانيه، فشيء عظيم جدا جدا. ولا ايه يعني، انا مش عارفه اقول ايه ولا ايه اكتر من حلاوتك يا ايمان والله، بس حقيقي ربنا يحميكي ويقويكي كده، لانك نموذج جميل جدا لكل ست وكلنا فخورين بيكي. هفضل اقولها كل شويه، كملي، احنا كلنا وراكي وفي ظهرك، وطول الوقت ان شاء الله نفضل نديكي القوه كده من عندنا في برنامج انت وفي كل مكان في مصر. بالظبط. وعشان نعرف اكتر بقى ونشوف يعني هي ممكن تكون بتعمل ايه، هنروح مع بعض مع الساده المشاهدين وانا وفرح، هنروح معاكم نشوف تقرير يخص الاستاذه ايمان ونرجع مره ثانيه. يلا. بدأت رحلتي الفرقة الكبيرة بتاعتي فرقة الموسيقى العربية من محافظة بني سويف بعد ما رجعت من بره من 2005. كان في الأول في صعوبات إني أنا ست وصغيرة وإزاي أنا أقود فرقة كبيرة اسمها الموسيقى العربية، وفي نفس التوقيت كنت ماسكة منتخب جامعة بني سويف، فبدأت أعمل فرقة وكونتها من بني سويف، وخدت السي جي هي بتاعتي بعد ما صورت وعملت بروفات
وطلعت بيها القاهرة، بدأت أدخل الأماكن اللي بيعرضوا فيها الأوبرا، سيد الصاوي، رمش عينه اللي جرحني رمش عينه. انضمامي لدكتور إيمان جنيدي كانت من 7 شهور أو 8 شهور، اشتغلنا مع بعض حفلة في بيت السحيمي. فالحمد لله أنا أكتر حاجة بتميزها إن هي بتجيب موسيقيين دكاترة، ناس مميزين جدا، بتشوف طبقة صوتك لايقة على إيه، تختار لك الأغنية، لو مش عاجباك قول لها أنت حاجة تبقى لايقة عليك، المهم إن العمل ينجح وكلنا ننجح مع بعض. العمر زنت الناس على عشق بتمختر. ضمت لي الفرقة من حوالي 2 سنين بالظبط. ما شاء الله عليها، يعني شخصية قوية وست قائدة بمعنى الكلمة، ودكتور إيمان حد جميل وحد متفاهم وبتراجع علينا أول بأول في أي بروفة. طبيعة الفرقة اللي أنا شغالة فيها هي فرقة موسيقى عربية بحتة، يعني أغاني قديمة جدا وأغاني تقيلة. مايسترو بتنوع ما بين الأغاني القديمة وبتضيف دايما في كل حفلة من الحفلات بتاعتها أغاني برضو جديدة ومقبل العصر. هنا بيجيني من اسكندرية وبيجيني من إسماعيلية وبيجيني من بورسعيد وكان عندي في حفلة في جايالي ناس من العريش في حفلة من حفلاتي، فأنا بستقبل الكل. أدام هو فنان فلازم ياخد فرصته. طيب احنا طبعا هيبقى معانا دلوقتي على التليفون استاذه ايمان الجنيدي علشان نسالها بقى على كل التفاصيل ونبارك لها. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. الف مبروك. الله يبارك فيكي. اهلا بيك. التقرير الجميل بتاعكم ده. اهلا بيك يا استاذه ايمان، مشرفانا. في البدايه حابين نتكلم معاكي اكتر عن حفلتك في دار الاوبرا المصريه، وحابين نتكلم عن استعداداتك ليها، بتستعدي ازاي؟ الاستعدادات بتاعتي طبعا بتبتدي منين الحكايه زي ما بيقولوا، ببدا اجهز برنامجي، ببدا اشوف المطربين اللي هيكونوا موجودين، ببدا اشوف الكاست بتاع العازفين اللي عندي، ببدا اعمل البنات المطربين لوحدهم وابدا احفظهم وابدا اراجع شغلهم واذاكر معاهم، والموسيقيين لوحدهم الى ان اجمع الاثنين بعد ما دول عرفوا شغلهم ودول عرفوا شغلهم، اروح مجمعيهم وابدا اعمل التستات الاخيره. بدخل حاجه اسمها معسكر مع نفسي لمده اسبوع كامل، بعيد عن اسرتي، مش عايزه اي حاجه تعصبني، عشان استعداداتي، مش عايزه اي تشتيت، عشان اي ترتيب دايما اعمل كده. وبعدين باجر الاستوديو، بعمل فيه البروفات الجنرال بتاعتي اللي هي البروفات الاخيره اللي هي ستاند باي بقى في مسرح خلال كام يوم، الى ان يطمئن نفسي طبعا عشان اطلعوا على المسرح. طيب استاذه ايمان، طبعا ردود فعل الناس اللي حوالينا نقدر نقول بتبقى سبب كبير جدا او دافع كبير جدا لورا او لقدام، فحضرتك عملتي حاجتين مختلفين جدا، اول حاجه موسيقى مايسترو، تاني حاجه انك في صعيد مصر، يعني حضرتك بتقدمي ده في صعيد مصر، فهل ردود الفعل كانت حواليكي كانت معاكي وبتساعدك، ولا كان شيء غريب جدا واحنا مش متعودين على كده؟ لا 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 لا، كانت بتساعدني. انا بقول ان انا الحفله الاخيره دي كانت معها بالموسيقى العربيه تبع الاوبرا، وانا بشكر الاوبرا لان هي بصراحه دعمتني ان انا يعني اعمل في هيئه المكان الصفحه التاريخي ده. كانت جالي ناس في جمهور، وكانت اول مره يعني كان بيجيني اوكي، بس فوجئت ان الغالبيه العظمى كانوا المحافظات اللي بيحضروني. فده حاسس يعني الناس دي اقتنعت بيها من غير ما تعرفني، من مجرد ان هي بتتابعني وبتتابع شغلي اللي انا بنزله، انما ما فيش صداقات بيني وبينهم، لكن جايين لي انا عشان المايسترو ايمان جنيدي واعملها. فالحمد لله، الحمد لله، بالعكس ده دافع قوي جدا 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 باقتناع الناس بيا. ودافع اكبر لانه حضرتك استاذه ايمان تم تكريمك من سيده مصر الاولى السيده انتصار السيسي، كلميني عن اللحظه دي ويعني اهميه الموضوع ده بالنسبه لك. هي التكريم ده كان جاي في وقت انا كنت سبحان الله محتاجاه بجد، لان احنا كل مرحله عندي ليها صعوبتها، فكنت في الوقت ده يعني عندي شويه مشاكل في الشغل، وبان انا من النوع اللي كل يوم عندي مشروع غير الثاني مهم، ففوجئت بالتليفون احنا يعني عايزينك، وما كنتش عارفه ايه. عرفت في الاخر ان انا ده تكريم من الدوله، من السيد انتصار السيسي. لما دخلت قصر القبه كان موضوع كبير جدا جدا جدا. احكي لي عن اللحظات المهمه دي.
يا ترى بجد هو انا في اصل دخل اصل اب اتكرم كما يسروا، هو انا فعلا سمعت معاهم هم يعني وصلت اللي سمعوهم يعني عارفه الحمد لله بجد جه التكريم كان بالنسبه لي في وقته قوي قوي قوي. وهي ست جميله يعني كانت حتى وهي بتديني الدرع كانت حاسه انها مبسوطه بيا قوي قوي يعني لا. يعني انا ست قضيه وست اولادي واستقريت في القاهره عشان رساله الفن رساله مش سهله على فكره طبعا. رساله صعبه طبعا اكيد وخاصه للست بالذات لما تكون هي نبع الرساله وست قضيه ده موضوع ثاني خالص ومجال مش سهل كمان ومكان والمكان طبعا بالنسبه لي ان انا اكون مايسترو والحمد لله مايسترو شاطر يعني انا مش بشكر في نفسي لكن بشهاده الجميع مش بشهادتي الحمد لله اني اتكرم ثلاث مرات في حياتي دي كبيره جدا مره في 2010 في الاوبرا ومره من الدوله من تقريبا سوري سيتي من الدوله ده تكريم ومره يوم 26/3/22 من شخص من اكبر شخصيات على المستوى القومي فيني من كثور الثقافه فده طبعا يعني الحمد لله اني انا ست رساله فعلا بس كل رساله وليها صعوباتها عشان توصلي بالطريقه اللي انت فيها والله سيده انصار السيسي دائما وابدا في ظهر المراه وبتدعم المراه بشكل كبير جدا حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ايده المراه شافت اخذت كتير او حصلت كتير على حقوقها يكفي ان هو عمل عام للمراه تحديدا طبعاً. بشكرك جدا جدا استاذه ايمان شكرا لكم وشكرا للدوله وشكرا لوقوف الدوله جنبي وشكرا للسيده انصار السيسي انها سمعتني وعرفت بيا والحمد لله ان دي رساله والرساله اللي الانسان فيها لازم يستمر لازم يستمر لان رساله الفن مهمه جدا. بشكرك جدا جدا استاذه ايمان الكاشف على تليفونك وبالتوفيق ان شاء الله في كل اللي جاي. هيكون معانا ايه بقى؟ مبسوط بستات مصر. طب خلينا بقى نقول لهم معانا ايه النهارده؟ يلا طيب احنا النهارده معانا حاجه حلوه جدا عشان الامهات بقى تركز معايا دلوقتي لانه الموضوع ده يخص كل الاطفال. ساعات بنبقى مش فاهمين او مش عندنا الوعي الكافي او الثقافه خلينا نقول الكافيه ان احنا نتعامل مع الموضوع ده ازاي وهو المشكله اللي عند الاطفال مشكله فرط الحركه ولا الشقاوه يعني الام ما بتبقاش عارفه انا ابني عنده فرط حركه بيتحرك كتير قوي زياده عن اللزوم ولا هو شقي بس شويه ومجرد شقاوه كده والاطفال كلها كده والاطفال كلها بتكسر والاطفال كلها مش بتقعد في مكانها لكن في الحقيقه ممكن الطفل يكون مريض فعلا بفرط الحركه او الاي دي اتش دي والام او الاب او العائله بشكل عام مش فاهمه ده ايه بس ده بيبقى مرض ده حقيقي فعلا يعني المرض ده هو موضوع مهم زي ما فرح بتقول لانه انا اعرف ناس عندهم فعلا اطفال كده وللاسف بيعانوا جدا مش عارفين في اوقات كتير ومواقف كتير جدا ما بيكونوش عارفين يتعاملوا ازاي معاهم ويتصرفوا ازاي معاهم لانه اكيد تربيه الاطفال يا فرح محتاجه مننا شويه حزم في اوقات طبعاً. محتاجه مننا شويه لين في اوقات فطب يا ترى الطفل اللي عنده فرط حركه ده بيجيب للام يعني بيخليها في حاله سايره على طول الوقت فيعني لازم يا ابني وهي وهو فعلا غصب عنه ما هو عنده مرض بالظبط فاحنا النهارده ان شاء الله يعني هنقول لكم تتصرفوا ازاي وتعملوا ايه والام ازاي تحديدا تتصرف لان بيبقى عليها عبء كبير قوي يا فرح ان هي طول الوقت في ستريس معايا بالظبط يا ساره عشان كده هو ده سبب فقرتنا هيكون معانا فيها ان شاء الله دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه اللي هيجاوب على كل اسئلتنا دي كل الامهات بقى تركز معانا في الفقره دي وتكلمنا تسالنا كمان علشان ان شاء الله نرد على كل التساؤلات اللي موجوده واللي هو الشكوك زي ما بيقولوا يا ساره انت مش عارفه عنده فرط حركه ولا شقي ان شاء الله النهارده هنرد على كل اسئلتكم مظبوط كده تاني فقره معانا النهارده هتكون فقره شبابيه جدا جدا هي هتدي امل لناس كتير قوي ودي هتكون عن فيلم وثائقي اسمه اثر الفيلم ده عمله مجموعه من الطلاب عددهم تقريبا 19 طالب الفيلم بيتكلم عن عواصم مصر في مختلف العصور والتاريخ سواء التاريخ القديم او التاريخ الحديث وبيعرض العواصم دي ومعلومات كمان عنها بشكل جذاب وممتع جدا طبعا. حلو قوي الموضوع ده وبيروج للسياحه الداخليه كمان لمصر بشكل جميل جدا لان احنا عندنا اماكن رائعه جدا مصر مش كلها شواطئ ويعني وبلاجات وبتاع مصر, لا مصر تاريخ. مليانه مصر يعني تاريخ. طبعا يعني سياحه اثريه واسلاميه وطبعا سياحه شواطئ والحاجات دي كلها ولسه برضو عندنا حاجات لم يتم اكتشافها الى الان لا انا اصلا عايز اقول لك انا مجنونه سفر يعني انا عارفه بحب السفر جدا بس بحب دايما اعرف
تاريخ الحاجه ان انا رايحه ايه، حتى على فكره لو بره مصر بس اكيد بيبقى فيه تاريخ، بيبقى الموضوع بقى كده شكله بسيط، تدخلي حتى تثقفي نفسك على جوجل. اقول لك على حاجه، لو انت مثلا مسافره بلد انت ما تعرفيش عنها حاجه قوي، في عادات وتقاليد وحاجات عندهم تبقى عيب جدا ان انت تعمليها. أيوة. فلازم تبقي عارفه عن البلد دي قبل ما تروحيها. أيوة. مثلا البلد ده يعني البلد دي في تاريخ معين حصل لها حاجه معينه فبتتضايق منها، فعيب تعملي كده قدام. أيوة. شعبها. صح. مثلا انت مسافره في تاريخ مميز فانت لازم تبقي عارفه كده، البلد مثلا هتبقى زحمه، البلد هتبقى فاضيه وهكذا. فان انت تبقي مثقفه نفسك بمعلومات عامه عن التاريخ حتى كده لو من بره، بس معلومات اساسيه، ده شيء هيخليكي وانت مسافره مبسوطه مستمتعه وقدام شعبها انت فاهمه. لو 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 اتقال اي حاجه ما تبقيش قاعده كده انت مش عارفه ايه اللي حصل في البلد ده في البلد دي او بيحتفلوا بايه او الحاجات دي كلها. اكيد. عشان كده هيكون معانا النهارده في الفقره دي اتنين من الطلاب اللي عملوا واشتغلوا على المشروع ده في الاستوديو النهارده، هم هايدي طارق ويمنى عصام. هنتكلم معاهم عن كل حاجه، عن الفيلم، هنعرف منهم معلومات عن العواصم اللي زاروها عشان يعملوا الفيلم ده، لانهم اكيد كان لازم يروحوا بنفسهم يشوفوا الموضوع على ارض الواقع عشان يعرفوا ينقلوه في الفيلم. محتاجين طبعا نروح لفاصل صغير جدا جدا، هنرجع مرة تانية نستقبل أولى فقراتنا وأولى ضيفنا النهاردة في انتي، استنونا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مع فقرة مهمة جدا تهم كل الأمهات. كتير من الأمهات بيشتكوا في أغلب الوقت من شقاوة الأطفال، ده شيء طبيعي جدا، وناس كتير بتتعامل مع الموضوع على إنه عادي وموجود عند كل الأطفال، ومفيش طفل مش شقي، مفيش طفل مش بيجري، مفيش طفل مش بيكسر، مفيش طفل مش مطلع عين مامته، ده شيء طبيعي جدا، لكن للأسف مش حقيقي في بعض الأحيان، لأن في كتير جدا من الأمهات ممكن ما يكونوش عارفين إن في حاجة اسمها فرط حركة أو الـ ADHD، ودي مشكلة أو مرض موجود، يعني نقدر نقول عليه هو مرض بيخلي الطفل شقي جدا وهايبر طول الوقت ومش عارفين نسيطر عليه تماما، ودي حاجة مختلفة تماما عن الشقاوة اللي كلنا عارفينها وتعرفين عليها ومتقبلينها زي ما هي، يعني شقاوة بنت أختي، شقاوة قريبتي، شقاوة أختي الصغيرة، شقاوة بنتي، اللي هي الشقاوة اللي نقدر نقول عليها إيه، بنعرف نسكتهم لو شغلنا لهم حاجة على التلفزيون، جبنا لهم شوكولاتة، الموضوع بيعدي. لكن يجي سؤال مهم جدا، هو سؤال الفقرة بتاعتنا النهاردة، إزاي أقدر لو أفرق لو أنا أم بين فرط الحركة والشقاوة، إزاي أقدر أتعامل معاه؟ ده اللي هيجاوب عليه النهارده ضيفنا الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور، منورنا النهارده في انتي، واتمنى طبعا ان كل الساده المشاهدين يكلمونا على ارقام تليفوناتنا اللي هتكون موجوده على الشاشه النهارده. ودكتور في البدايه كده حابين حضرتك تعرفنا اكتر بايه هو الـ ADHD او فرط الحركه عند الاطفال، لانه يمكن بقينا بنشوفه بعض الشيء عند الاطفال الفتره الاخيره دي. هو الاتنشن ديفيسيت ديز اوردر او فرط الحركه زي ما حضرتك قلتي، بنفرقه بحاجة بسيطة جدا، ان هو غالبا بيكون مصحوب بنشاط زايد وبقلة في التركيز. يعني الابن لو عنده نشاط بس وشقي بس وبيتحرك كتير وبس مفيش مشكلة خالص. انما لو صاحبه قلة في التركيز وتشتت في الانتباه، تعرف ان هو عنده ان هو attention deficit disorder او فرط الحركة. عشان كده بنفرقه ازاي؟ بسلوكيات مصاحبة، سلوكيات مصاحبة ليه سواء في البيت أو المدرسة، ودي حتة مهمة. يعني في المدرسة على سبيل المثال، لما تلاقيه قاعد في الطابور بتاع الصبح، لو انت فاكرة أيام المدرسة وإحنا صغيرين، كنت ساعات تلاقي الصف بتاع الفصل كله طلع وواحد واقف لوحده كده. أيوه. بعد كده يفوق إن مفيش ورا منه حد. ده هنا هو عنده تشتت في الانتباه، مش مركز. مش مركز، فتلاقيه من أول الطابور بتاع الصباح واقف مش هنا، أو الطابور كله واقف وده بيتمشى، ما تعرفيش بيتمشى ليه، لأن هي هو لوحده عنده فرط حركة مع قلة التركيز فساب الصف اللي هو فيه. تلاقي دايما شخصية دفاعية، يعني كنا احنا فاكرين برضو احنا صغيرين في المدرسة يجي المدرس يجاوب سؤال، قبل ما ينتهي من إجابة السؤال تلاقي واحد بيجاوب، أو واحد عمال يقول له أنا يا أستاذ أنا يا أستاذ، وهو قاعد متقدم عننا، هو مش الأشطر ومش الأذكى، ولكن فرط الحركة اللي عنده بيديله نوع من الاندفاعية. تلاقيه دايما حضرتك أدواته شكلها غريب، الجمة متاكلة من القلم، البراية كده متقصفة، الكراسة مشخبط عليها، كتاب مقطع منه حتة، يعني حاجة مش معتادة. مجتمعة، يعني مش مرة واحدة جاي لك كتاب مقطوع ولا بتاع، لا بيفقد أدواته دايما، مهما تشتري له من حاجات غالية وتخلي بالك منها يا ابني وحافظ عليها يا حبيبي، مفيش فايدة، تلاقيها يا إما رايحة منه يا إما السوستة بتاعت الشنطة متقطعة جايلك من غيرها، بينسى الأدوات بتاعته، مش عارف هي فين. دي كلها أمور بتديك مؤشرات قلة التركيز. قلة التركيز طبعا. ناهيكي بقى عن البيت، مش عاوز أقولك، يعني أولا ثرثار
يعني بيتكلم ياما قوي قوي، اكنه يعني ما عاد معاك مذيع كوره عمال يذيع طول الوقت، عمال يتكلم طول الوقت، واللي يعيد ويزيد ويقول الحاجه اربع خمس مرات ويطلبها سبع مرات، كلام الكتير تلاقيه حركته كتير جدا في البيت، ما بيقعدش زينا يعني، يبقى قاعد بيتفرج معاك على التلفزيون مثلا مره واحده تلاقيه قاعد على الارض وتنطيط من الكنبه للارض للكرسي، من الكنبه للارض اللي يجيب الشلته ويتبجع عليها وبعد كده يسيبها مكانها ويقوم تاني، حتى مهمل في تصرفاته وبيعمل كل ده بقل التركيز، يعني هو مش مركز في اللي هو بيعمله، هو مش مدرك انه بيعمل حاجه خارجه عن السيستم او خارجه عن النظام، هي طبيعته خلاص عنده اتنشن ديفيسيت ديز اوردر، فبتلاقيه دايما مش مرتب. يعني لو عندك ولدين في البيت، واحد تلاقيه مرتب جدا منظم، حط حاجاته، حتى الدولاب بتاعه، حتى شكل الاوضه، حتى السرير، ده لو لقى الحاجه مترتبه ينعكشها يعني عشان يقدر يعيش في ده بطبيعته. مبسوط كده. طب دكتور، طب احنا كده فهمنا فرط الحركه، طب ممكن الشقاوه العاديه تتحول لفرط حركه؟ لا، الشقاوه العاديه بص حضرتك، الطبيعي الطفل يبقى شقي، ده الطبيعي، ده الطبيعي. يعني لما تجيلي حاله تقول لك والله انا ابني ربنا هديه الحمد لله، لو حطيته كده في مكان وقعدت ما يتحركش من مكانه تلاقيه، دي حاجه كويسه يا دكتور؟ طبيعي. ابنك اب نورمال برضو؟ طبعا، يعني لا هايبر قوي ولا منطوي قوي، ده مش طبيعي. طبعا الطبيعي يبقى الطفل شقي ولمح وذكي ودمه خفيف وعارف فين اللقطه، طبعا طبيعي. انما تأفور معاه قوي انه يقلب البيت سيرك ويشخبط على الحيط، ده مش طبيعي، ويكسر في الحاجه، ويا ابني اقفل الباب يهبده يا يسيبه مفتوح، ودايما يولع النور ويعمل الحاجه ويسيبه النور ويمشي. يعني دايما ليه سلوكيات في البيت، حتى تلاقي الاب دايما او الام قاعده طول الوقت بتلاحق ورا منه، اطفي النور يا ابني، اقفل الباب، وطي التكييف، خلي بالك ما تزعقش لاختك، انا هعيد الكلمه كام مره دوت. يعني حتى لما يجي يلعب يسيب الحاجه. فدايما الام تلاقيها، حتى انا بشوف امهات عندها 3-4 اولاد بتركز في كلامها ورسائلها الموجهه على واحد، تعرف ان هو هنا عليه علامه استفهام او اتنشن ديفيسيت. وبعدين ساعات يهمل حاجاته الخاصه حتى جوه البيت، وتقولي له يا ابني روح هات حاجه، يروح يجيب حاجه تانية. يعني هو بطبيعته كده، انزل مثلا هات لنا جبنه وهات لنا كذا، يجيب لك حلاوه، هو حابب الحلاوه، يعني خلاص جرب، هو عايز يعمل اللي هو بيحبه. وما بيكملش عمل للاخر، يعني دائما وابدا ما بيكملش العمل للاخر. ولكن برضه بالمناسبه الاتنشن ديفيسيت ديز اوردر ده بتلاقي دمه خفيف قوي قوي، وتلاقيه محبوب اجتماعيا جدا، وبيبقى ناجح في الحياه، لان عنده حاجه اسمها ذكاء وجداني، يعني ربنا عطى له ذكاء وجداني اكتر من اقرانه، عنده قدره على التواصل مع الناس، عنده كوميونيكيشن سكيلز، تلاقيه دايما قاعد حبوب مبتسم دمه خفيف لذيذ، في واحد تحب شقاوته، هو ده. الام ما بتحبش الشقاوه طبعا، انما الاخرين يحبوا شقاوته عشان هو قاعد معاهم ساعتين ثلاثه، لكن الام قاعده معاه طول اليوم، تبقى الموضوع متعب جدا عليها. ويا سلام بقى لو لعبتيه لعبه بقى، يعني بيطلع كل الطاقات فيها فيبدع، فيبقى من المتفوقين. يعني غالبا برضو لو مارس نشاط بيبقى متفوق جدا، لعبيه بقى كاراتيه، جودو، كره قدم، تلاقيه مهايبر، بيفرك، بياكل النجيله في الملعب. ده يخليني اسالك يا دكتور، انه لو انا عندي طفل مصاب بفرط حركه وبالـ ADHD، ازاي استغل فرط الحركه ده بشكل ايجابي او اوظفه صح؟ الله يفتح عليكي، حته مهمه قوي، ان انا مفيش ابن عنده مشكله من وجهه نظري. يعني مثلا ابني بدين قوي، ممكن اقول البدانه مش مشكله، ما كان عندنا محمد جودو بطل العالم في الجودو، محمد رشوان في الثمانينات من اسكندريه من عندنا. فابوه شافه انه بدين قوي، بس قدر يستغل البدانه انه يلعب لعبه تتماشى مع طبيعه البادي ايمج او صوره الجسم أو عنده. بالظبط. واحد تاني ابنه رفيع قوي، اقدر اخليه يلعب العاب نزال والعاب جري والعاب قوه ورمي جله وقفز بالزانه، يعني اقدر استغل قدرات ابني مهما كان شكلها، نوظف القدرات دي في مكانها. طبعا ما اشتكيش وضج، دي حته مهمه، ان انا اشوف ابني ثروه قدام مني ايا كان سلوكياته. طب الاتنشن ديفيسيت اوردر استغله فين؟ انا استغله ان هو يلعب لعبه رياضيه، ده لو لعب لعبه رياضيه هيتفوق فيها جدا، ولا سيما لو لعبه فيها عنف زي الكاراتيه مثلا، زي الملاكمه، زي كره القدم، فيها مجهود، بيطلع الطاقه، بيطلع الطاقه، بيحرد. انت عارفه النهارده كان النهارده في ماتش مصر وكوريا، لو فيهم اتنين بس اتنشن ديفيسيت اوردر كنا كسبنا، ما اتغلبناش اربعه، يعني اجري ويروح وبتاع، ولا هو هنا هو. فالاتنشن ديفيسيت مطلوب في بعض الاحيان، طبعا مطلوب. اوظف ازاي؟ وازاي لو هي السلوكيات فيها خطر عليه او اوفر عليه ابتدي احد منها ازاي؟ ودي برضو حته مهمه، يعني احنا دايما ياريت حضرتك تقولها لنا. طبعا، يعني الاكل بالمناسبه لانها من ضمن الحاجات اللي بتخلي الطفل عنده اتنشن ديفيسيت اوردر، الاكل طبعا، الحلويات، الشوكولاتات،
العصاير الحاجات الاوفر دي يعني انا بشوف يعني منظر في مصر غريب بصراحه. تلاقي الابن طالع بكيسه قد كده من عند البقال او الخردواتي كتير. ده في بعض الدول بتجرم ان الطفل ياخد شوكولاتايه في سنة قبل 5 سنين زي امريكا على سبيل المثال. ممنوع على الام تدي الشوكولاته لابنها اول 5 سنين. انما احنا عندنا تجيب له باكو الشوكولاته قد كده، ده هي بيخلصوا العلبه وهم قاعدين بيتفرجوا على الكرتون. طب بالذمة ده كلام؟ فلازم يبقى في ثقافه جزائيه عندنا علشان الحاجات دي كلها بتخلي الابن عنده دايما نشاط زايد هايبر زي عن اللزوم وقاعد مهايبر. يعني احنا بنقوله دارجا يعني مهايبر عنده كهرباء زايده. هو علميا ما فيش ده، علميا هو اتنشن ديبسد. وبالمناسبه احنا لقينا ان كل اسره يعني كل اسره 5 افراد ممكن يبقى فيها 3 اتنشن ديبسد. يعني دي حته مهمه، لان في جزء وراثي. 3 من نفس العيله ولا 3 من بعيد شويه؟ من الاسره نفسها، لان هو في جزء وراثي. بس بقى بنطمن الناس بنقول لهم عند سن المراهقه الاتنشن ديبسد بيروح لوحده غالبا، بيختفي تماما. يعني الثلاثه دولت بعد سن المراهقه والبلوغ ممكن يستمر 1 و2 خلاص العمليه. طب دكتور انا عايز ارجع بس لحته مهمه، عشان الامهات اللي بيتفرجوا دلوقتي ممكن ينهاروا من موضوع السكريات ده. يعني دلوقتي انا المفروض امنع السكريات لحد 5 سنين علشان هي ممكن تبقى سبب كبير جدا في ان الطفل يجي له فرط حركه بسبب الشوكولاتات والعصاير الزياده. بدي السكريات الطبيعيه الفواكه. ما هم الاطفال يعني خلينا نقول معظم الاطفال مش هياكلوا الفواكه، لا ما بيحبوا الشوكولاتات. اقدر احببهم فيها، اقدر اعمل ايس كريم واطعمه بالفواكه. كنا زمان اهلنا يعملوا كده عصير الليمون يحطوا الجوافه، السكريات المصنعه انا اقصد، الحاجات اللي هي الجميله دي. يعني انا اقدر اعيد تدوير الفاكهه بما يتماشى مع ابني واقدمها له ان هي بصوره محببه لي. تحب نجيب فاكهه ايه؟ مش زي الاب بتاع زمان اللي بيجي شايل البطيخه وزي ما تطلع حمرا ولا قرعه ولا حاجه يعني. لا انا اخلي الولد يشارك في اختيار الفاكهه واخده واخليه يتسوق معايا واخليه يختار معايا فيحب الموضوع. طبعا فلما يحس ان هو جزء من صناعه القرار هيحبه. بس مش هنختلف طبعا ان هو اكيد هيطلب الشوكولاته واكيد هيطلب البونبوني والحاجات دي كلها، بس اكيد هيبقى بمقدار بقى هنا. يعني بص احنا بقدر الامكان نستخدمها في حاجتين. يعني عشان نبقى موضوعيين برضو، في التحفيز وفي التعزيز. يعني ايه في التحفيز؟ لما بقى عاوز يعمل حاجه وعاوز احفز اقول له هجيب لك الشوكولاتات، هجيب لك اللي انت عاوزه. وفي التعزيز لما يجي يعمل سلوك ايجابي فانا عاوز اعززه فممكن اكافئه بشوكولاته ممكن ياخدها او بحاجه حلوه. دي تبقى مكافاه لو انت عملت حاجه حلوه ففي شوكولاته جايه فهو يعمل الحاجه دي. بالظبط. او تمام. لو خارجين، يعني احنا خارجين دايما بقول للناس في الخروج مع اولادك يعني خلي اليوم فري شويه، خف ايدك شويه، اللي ما بيتعملش يتعمل. يعني لو مره في الاسبوع عادي او اليومين بتوع الويك اند مفيش مشكله شويه، عشان خاطر طبعا في جماعات ضاغطه. وبعدين خدي بال حضرتك المشكله في الاسر العربيه مش في الاب والام. تبقى انت حضرتك عامله معايير لابنك وتلاقي الجد جاي من بره شايل حاجات قد كده. لا مالكش دعوه انت، خليه ينبسط. وده حفيد ما تدخلش في الموضوع. يعني ازاي ماليش دعوه كتير قوي. ايوه على طول فعلا. ولذلك بقول دايما لكل اللي بيسمعونا، الجد والجد ما يربوش، اللي بيربي الاب والام. ايوه انتوا مش قاعدين لهم، يعني ربنا يديكم الصحه يا رب. بعد كده هيعود لي انا، فبالتالي انا اللي حاطط معايير الخاصه. صح. ومن حقي زي ما انتم مارستوا حياتكم وربيتوا وفق رؤيتكم انا كمان يبقى ليا رؤيه. تدوني فرصتي في ده. بالظبط كده اهوت. فنخلي بالنا من ناحيه الاكل دي مهمه جدا. يلعب لعبه رياضيه وده برضو مهم، والاهم اللي انا ما عاقبهوش، لان الاهالي بيتعاملوا مع الطفل اللي عنده اتنشن ديبسيت دايما بالعقاب. احنا بالتاكيد هنتكلم على النقطه دي لان هي اكيد ليها سؤال خاص بيها يا دكتور. بس في حاجه مهمه جدا دلوقتي، انه العسر اللغوي او التعثر في الكلام ده ممكن يكون عرض من اعراض الفرط الحركه يا دكتور ولا لا؟ يعني بصي، تعثر الكلام او تلعثم الكلام ده بيبقى ليه حاجات تانية، يعني بيبقى اساسه ليه حاجات تانية. يعني عيوب النطق والكلام عند الولد بتاخد اشكال، يا اما الافازيا الحركيه ان هو لما يجي يتكلم ويتشنك ويهبل برجليه في الارض، يا اما التأتأة والفأفأة والسأسأة، دي بتبقى عيوب النطق والكلام. يعني دي عرض من الاعراض فرط الحركه؟ لا ممكن؟ ما انا هقول لحضرتك، ساعات من اعراض فرط الحركه ان يبقى عنده مثلا تاخر دراسي. تاخر دراسي ده بقى يا اما بيكتب الحرف نازل تحت، نازل يشرب من تحت، يا اما طالع يسلم على اللي فوق مش حاطه على مش حاطه على السطر. واخد بال حضرتك؟ يا اما لما يجي يقرا الكلمه يقراها بمعناها. يعني ايه معناها؟ لو انت حضرتك فاكره فيلم الاستاذه فاطمه عبد الفتاح الاسري لما قعد يستهج تاء وعين وبه والف ونون، قال لك تبقى حنا شن. أيوة. قال معناها. واخد بالك؟ اللي عنده فرط حركه يعني ممكن يقراها تعبان يقول لك الحنش، انما يعني هو المعنى. مش مركز فبيتكلم في المعنى. ممكن جدا بقى مع فرط الحركه ومع اللهوجه بتاعته يحصل له تبديل
في الكلمات او ان يقع في بعض الحروف، انما هي دي ما تدخلش في صعوبات الكلام. يعني لا تندرج عليها، هي عرض مترتب على فرط الحركه اللي عنده. تمام. انا شايف اتصدمتوا من الكلام يعني بصراحه الموضوع شويه يعني يخلينا نركز جدا مع الاطفال انه الموضوع ما بيكونش بالساهل. يعني الاول كنا بناكلهم اي حاجه عادي، مش متخيلين ان كل حاجه ممكن تاثر عليهم قوي كده. بص حضرتك يعني احنا كنا طبعا والله فعلا يعني احنا كنا بننمو، ما كناش بنتربى يعني بناكل وبنشرب وخلاص والعيال مؤدبه وكويسه ومحترمه 10 على 10. لا، الابن ده مشروح حياه، يعني المفروض زي انا لما باجي اخلف ولد زي ما بفرح واعمل سبوع واعمل عقيقه واحتفل واحتفي والكلام ده كله، لا انا لازم اركز ابني ده بعد 20 سنه انا عاوزه ايه وهيبقى فين فين. طبعا التربيه عمليه مقصوده وعمليه موجهه، فجميع السلوكيات يبقى عارف ان هي هتغرس حاجه في الولد. وخدي بالك الاهم من اللي انا اقول له افعل ولا تفعل، هناك ما يسمى بالتعلم بالمشاهده. يعني لما يشوفني انا يشوف الاب بيحترم الام ازاي هيطلع يحترم، هيتعلم مني ويبدا يتصرف نفس التصرف. خيره على بيته ازاي هيطلع هو كمان يعرف يبني بيته ويبقى كويس. طبعا. طيب دكتور، عايز اسال حضرتك سؤال. انا كنت قريت دراسه قبل كده بتقول ان الام اللي بتدخن لما كانت حامل دي بتجيب في يعني في النسبه الاكبر طفل عنده فرط حركه، هل التدخين له علاقه؟ التدخين، تناول العقاقير، الحبوب المخدره، تناول الادويه بتاعت الاكتئاب على اعنتها من غير ما الدكتور يكتب لك. يعني في واحده تقول لك والله يا دكتور يعني انا بشوف كده، تقول لي والله انا عندي اكتئاب بقالي 3 4 سنين. طب 3 4 سنين اكتئاب؟ تقول لي يعني انا ما اروحش دكتور، بس كانت زميلتي بتاخد برشام كذا فانا بدات بنص حبايه. ولما لقيت المود بقى بعد شويه اتغير جيت معليه 10% كمان. ده كل ده مع نفسها. أيوة. الحاجات دي كلها تجيب لك ابن عنده فرط حركه. الاشاعات اللي بتتعرض ليها الام تخلي الولد يطلع عنده فرط حركه، ده بيأثر على ابنها. احنا هنا بنشوف طبعا الزوجات في البيئه العربيه اول ما تبقى حامل فتيجي تروح تفرح جوزها من اول كشف للدكتور وجايبه له نيجاتيف صغير كده في شرطه تقول له بص ابنك اهو، ابنك اهو ايه يعني يعني ما ينفعش تعمل كده اساسا يعني. اي ما ينفعش نعمل كده، يعني الاشاعات دي المفروض يعني مرتين مثلا اثناء الحمل بالكثير. ايوه في اوقات معينه كمان الدكتور هو اللي بيحدد. احنا معانا تليفون من سينا ومعانا فيها الاستاذه ياسمين. اهلا بيكي يا استاذه ياسمين. الو اتفضلي، عندك اي سؤال لدكتور وليد خاص بفرط الحركه عند الاطفال؟ ايوه ممكن اكلم الدكتور. اتفضلي هو معاكي. انا عندي ابني عنده 7 سنين داخل سنه ثالثه ثانوي. معلش علي صوتك شويه بعد اذنك يا استاذه ياسمين. ابني عنده 3 سنين داخل سنه ثالثه ثانوي بس ما بيسمعش اي كلام خالص، ما بيفهمش يعني ما بيخافش، ما عندوش خوف من اي حاجه. يعني اقول له مثلا هات حاجه يجيب حاجه غير اللي انا قلت له عليها. ما بيسمعش اي كلام، حتى لو عاقبته قلت له مثلا روح مشوار وتعالى على طول ما بيجيش، يعني ما بيسمعش الكلام اساسا. سنه كام سنه يا ياسمين؟ 8 سنين. هو داخل 6 سنوات. اوكي. طيب عندك اي سؤال للاستاذه ياسمين؟ طب يا ريت تسمعي الاجابه من خلال التلفزيون يا استاذه ياسمين. يعني بص حضرتك الطفل من اول سن 4 سنين بيكون حاجه اسمها السيلف كونسبت او مفهوم نحو ذاته. مفهوم نحو ذاته ده بيخليه عنيد، ما بيسمعش الكلام بطبيعته. يعني وكل ما الطفل بقى عنده سيلف كونسبت ايجابي ده عند كل الاطفال، كل ما كان معتز بنفسه وكل ما كان ليه شخصيه كل ما تلاقي العناد عنده اقوى وكل ما تلاقيه ما بيسمعش الكلام اكتر. اوكي تمام. يعني الطفل حاجة. لو عنده بالمناسبه يعني لو عنده الاعراض دي فهو طفل سوي. بس طبعا تبقى مش على اعنتها. يعني في احيان كتير تلاقي عنده الشخصيه مش جاي على هواه، ولو عمل يعملها بالضجار، يعملها وهو متضايق ماشي تفرحي بيه انه عنده شخصيه. مش مطلوب من الولد يسمع الكلام بالمناسبه، مطلوب من الولد يتفهم الكلام. يعني انا بقولك ما بيسمعش الكلام خالص، ما هو كلمه بيسمعها. خدي بال حضرتك ما هو الكلام وراه كلام. يعني ساعات الاهالي يقولوا حاجاتهم للاولاد او رغباتهم بطريقه تضايق اصلا، بطريقه طبعا مستفزه، بطريقه فيها عنف، بطريقه فيها القاء، بطريقه ما فيهاش مشاركه. عارفه هيسمع الكلام امتى؟ لما تحسسيه ان انا بعمل كل حاجه عشانك مش عشاني، انا بعمل الصح ده عشانك. حلو، يبقى في حوار كده. انا بقول له ذاكر، انا بقول له بص يا ابني المذاكره دي اعتقد ان هي اللي هتعديك وتخلي ليك شان و بحببه فيها، فيضطر يذاكر. لما يلاقيني انا متفوق، يعني انا ساعات بشوف اولياء الامور كلها تقعد تحكي ان هي كانت بتطلع الاول في المدرسه. أيوة. ومين كان بيطلع الثاني؟ كلنا طبعا. كلنا اوائل. دكتور يعني ده برضو يرجعنا لنفس الحته ان الثقافه بالمرض ده قليله جدا،
وده برضو بيخلي ان الطفل ده في المدرسه منبوذ جدا من صحابه لانه شقي جدا اكتر منهم او عنده طاقه اكتر من الاطفال العاديه، هم مش قادرين يلعبوا طول الوقت او مش قادرين يجاروه طول الوقت، وبنفس الوقت المدرسين بيبقوا متضايقين جدا منه فبيبقى منبوذ. هنا الام تتصرف ازاي عشان الموضوع ما يكبرش اكتر مع الطفل ويجي له مرض نفسي تاني؟ بص حضرتك مطلوب من اي ولي امر بيسمعنا ابنه داخل المدرسه ياخد ابنه كده من ايديه قبل المدرسه باسبوع وهو معدي بمناسبه وبدون مناسبه، يعمل علشان يطبعه على المدرسه. يبقى في ألفة عليها، يعدي من بره عليها، يعدي من بره داخل يدفع المصروفات، ياخده راح يجيب الهدوم، راح يجيب الكتب، راح يسلم على الناس. يبقى في ألفة بينه وبين المكان ألفة اللي هو هيروحه بعد كده. حد كده تعليمات سريعه من ضمنها الاتنشن ديفست، يفهموا الخدمات اللي موجوده في المدرسه ايه، دورات المياه فين، الكانتين او البوفيه اللي هيجيب منه الاكل والشرب فين، يعرفوا الحاجات دي كلها، يسهل الدور على المدرسين كمان. لو ولازم يتواصل مع مقدم الخدمه في المدرسه. مين مقدم الخدمه؟ من اول الناني او الدادة. عشان هو لو عنده مشكله وحصل له تبول لا ارادي او خوف من موقف فما يحصلوش مشكله فسيولوجيه، فلازم يتعامل معاها، يبقى في ألفة عرفوا بيها. وعرفوا ببتوع النشاط، بتوع التربيه الرياضيه، بتوع الموسيقى. علشان يلقطوه ويبقى في تواصل سهل معاه. ونعرفه بالاخصائي الاجتماعي او الاخصائي النفسي. ونفهمه مشكله الابن ايه. ده كل ولو الاطفال عنده مشكلات عموما ولا اللي عندهم ايه؟ فندم بنزود شويه لو عنده مشكله سلوكيه زي الاتنشن ديفست، بنفهم الاخصائي الاجتماعي، بنشوف مين المدرسين بتوعه وبتواصل معاهم وبقول له تواصل معاهم، ما تجيبلوش هدايا في عيد الام، نقول لك احنا بنعطين المدرسين هدايا ومظبطين الدنيا. لا، اتواصل يعني تواصل انساني فعال. تتعامل معاه وتبقى عينها عليه فعلا. لو عنده سكر، لو عنده انيميا البحر الابيض المتوسط، عشان في حاجات ما ينفعش ياكلها طبعا. لازم افهم الدنيا كلها ابني حالته الصحيه والنفسيه شكلها عامل ازاي، لانه بيقعد وقت طويل جدا يا سارة جوه المدرسه. طبعا بيقعد اكتر من البيت، فالمدرسه تعتبر بيته الثاني. بالظبط كده اهوت، فيبقوا قاعدين متفاهمين دوافع السلوك حتى لو هم مش متقبلينه. وبعدين دايما المعلم ده معلم تربوي يعني دارس تربوي، ففاهم الدنيا ومعاه اخصائي اجتماعي ومعاه اخصائي نفسي، فمهم ان انا اتواصل مع المدرسه. بس الاهم ان انا كمان اتقبل ده، لان ساعات بقى اولياء الامور يروحوا والله انا ابني عنده فرط حركة وامرنا لله، مش امرنا لله، ما هوش عبء عليك طبعا. طيب اسعد احنا بابنك. طيب احنا معانا دلوقتي رانيا من اسكندريه. ازيك يا رانيا؟ اهلا يا رانيا، ازيك؟ مساء الخير. مساء النور. قولي لي انت ابنك عنده مشكله او بنتك عندها مشكله او فرط حركه؟ اتفضلي الدكتور معاكي. تمام. كنت عايزه اسال بس، عندي بنتي عندها سنتين وحركتها مبطل تقصير، وكل حاجه تهبتها واي حاجه تنفسها ترميها في الارض، حتى اختها. وعندي بنت تانيه عندها 5 شهور بتهبت فوق بطنها وحركتها كتير قوي، مش عارفه اتعامل معاها، ولما اقول لها ده غلط واضربها مثلا على ايديها او كده تتنرفز وترمي اي حاجه في ايديها وتهبد على الحيطه، ومش عارفه اسيطر عليها خالص. عندها سنتين يا رانيا؟ وبتضربيها؟ بضربها ضربه صغيره كده على ايديها بس، بتتنرفز وتتعصب او اشخط فيها او كده. عندك اي سؤال رانيا؟ انت كنت بتاخدي ادويه معينه وانت حامل؟ لا، ما انا ما عنديش حاجه، بس باخد يعني الفيتامينات العاديه دي والحاجات العاديه دي كده. تمام. الـ 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 الولاده كانت طبيعيه ولا قيصري، وكانت في الشهر التاسع ولا السابع؟ نعم. الولاده بتاعت حضرتك طبيعي ولا قيصري؟ لا، في التاسع. طبيعي. التاسع طبيعي. اوكي ماشي. يعني بصي هنا هو بقى، شكرا ليك يا استاذه رانيا، ده الجين الوراثي بتاع الاتنشن ديبست، يعني هي جايه يعني جين وراثي. احنا نحينا عوامل ان هي في تعرض لاشاعات، او الولاده كانت بالجفت مثلا، او كانت قيصري، او في مشاكل في الولاده، او العقاقير. يبقى ان هو العامل الوراثي. 65% من اللي عندهم اتنشن ديبست اوردر بيبقى عامل وراثي موجود. طيب هنا اتكلمت في الضرب، يعني عندها سنتين وبتضربيها، امال حضرتك لما يبقى عندها 12 يعني سنه ولا بتعملها كده على ايديها يعني. يا فندم بصي، الضرب من اكبر الكبائر في العمليه التربويه، الضرب ده حتى لو الضرب. صغير، حتى لو حاجه لا تذكر يعني خالص ده. حتى احنا لقينا ان في اطباء، انا اعرف ناس كانوا زمايلنا يبقى داخل بيدرس اناتومي في الجراحه مثلا، مش قادر يمسك المشرط، لما جينا حللنا لقينا عنده تهتك في اوتار الايد نتيجه انه كان بيتضرب عليها وهو صغير، فشوف يتدمر مستقبله ازاي. ده موضوع مش بسيط يعني، حتى الحركه دي ما ينفعش تتعمل. طبعا طبعا. مفيش ضرب خالص للاولاد طبعا. الضرب على الاطفال ده بيعمل له شرخ نفسي ووجداني بيفضل معاه العمر كله، واثاره بتدوم مدى الحياه. وبالمناسبه لما الطفل بيلاقي الاب والام بيضربوا بيبقى ده اعتراف ضمني منهم ان هم بيفشلوا في اساليب التربيه، فبالتالي بيلجأوا للضرب، فده خلاص بيطلع عارف ان مفيش اب وام بالنسبه له، الناس لا تؤدي الدور التربوي. بالاضافه بقى لو انا بسيطر على ابني بالضرب النهارده عشان هو صغير وضعيف وانا راجل مفتول العضلات،
طب لما قالت الزمن تدور وابقى انا راجل كبير وكهل وهو اللي شاب قد كده، العلاقه هتبقى بالعكس، هسيطر عليه ازاي؟ خلاص مش هيبقى فيه سيطره، ده هو اللي هيعمل رد فعل. عشان كده هوت يعني بنشوف ساعات اولاد بيتطاولوا على اهاليهم. ليه؟ انت اللي مغذي عنده ثقافه العنف، وانت اللي اقريت بقانون التعامل معاه ان يبقى فيه ضرب، فبالتالي لما هو تملك انه يضرب بقى يضرب. بلس ان دايما الطفل اللي بيتضرب ده بيبقى عنده انخفاض في مفهومه نحو ذاته، ما عندوش مشاركات اجتماعيه، ما عندوش اقدام على اقامه علاقات انسانيه، بتلاقيه فاشل اجتماعيا ومهزوز. يعني لما بيجي يتجوز حاجه من اتنين، يا اما بيعمل بما يسمى باعاده انتاج السلوك، يعني يضرب مراته ويضرب اولاده باعتبار ان هو ده الاسلوب الامثل اللي اتربى عليه، يا اما بيطلع جيل مفرط وما بيرضاش يمد ايده على حد نتيجه العقده اللي عنده في التربية. بيبقى عنده اكستريم في الحالتين، يا بالزبط. إما بيضرب قوي يا إما شايل إيده من الموضوع خالص، عشان مش صحيح. عايز الأطفال يجيلهم عقدة. أيوة، أساليب كتير للصواب والعقاب تربوية الأحرى بينا إن إحنا نستخدمها مع الأولاد أكتر من الضرب. طيب دي رسالة مهمة جدا لكل الأمهات، إنه الضرب مش بيتجزأ ضرب بسيط أو ضرب فيه عنف، لا، هو الضرب بصفة عامة هيسيب جواه أثر نفسي هيطلع عليه لما يكبر. فيا جماعة أرجوكم بلاش ضرب، خصوصا لو طفلة عندها سنتين، حتى الحركة دي طلعت هتأثر عليها نفسيا. الضرب لا يتجزأ نهائيا لأنه هيسيب أثر نفسي هيطلع عليه في المستقبل، وانت أكيد عايزة ابنك أو بنتك يطلعوا سويين نفسيا. طيب يا دكتور وليد، لو أم عندها طفلين واحد منهم عنده مصاب بفرط الحركة أو الـ ADHD، تتعامل معاه إزاي عشان ما يحسش أنه هو مختلف وأن هو يعني الناس رافضينه وأن هو أوحش حد وأنه التاني أحسن منه؟ هو بص، دايما وابدا نبعد عن المقارنات مع الاولاد خالص. مفيش، انا بتكلم على المعامله، يعني ممكن تكون بتعامل ده كويس جدا وتيجي عند ده تبدا تزعق وتشخط فيه وتعاقبه على طول وهكذا. ايوه، يعني هنخلي دايما الاتجاهات النفسيه في التعامل مع الابناء لازم تبقى واحده. بمعنى انا زوجه مثلا وعندي حماتي دي بتدوقني المر كله وخلفت بنت طلعت شبهها، انا الذنب؟ مش كل ما اشوفها اتفكرني بحماتي انا جاي اعملها بصوره جافه. أيوة. مثلا يعني انا مخلف 4 بنات وكان نفسي اخلف ولد، فالخامس طلع برضه بنت. أيوة. فما يبقاش فيه شعور بالرفض. دي كلها اتجاهات نفسيه. اللون والشكل بتاعه بتاع الولد، ترتيبه متعلق بخبره، كنت خلاص هتطلق وزهد الزواج وبرفع قضيه خلع، لقيت نفسي حامل فبكره الولد اللي جاي. يعني دي كلها حاجات بتعمل اتجاهات نفسيه مضاده في التربيه، اهمها لما يكون عندي حد عنده اتنشن ديفيزيت ديز اوردر او عنده مشكلات نفسيه معينه، بزود الموضوع عليا فبعتبره عبء عليا، فعلى طول بانكل بيه، بديله وصمات اجتماعيه غير مرغوبه، بنعته ببعض الالفاظ غير المستحبه. دي كلها عمليه مش مظبوطه اطلاقا. انا لما الاقي ابني اب نورمال او عنده اشكاليه معينه، ده احرى بيا ان انا اساعده واعمل له الهيلبنج او عمليه المساعده، اخد بايده والقطه، واخد بايده بالاحتضان وبالحب وبالاحتواء وبالتفاهم وبتوجيه السلوك، او متخصص في بعض الاحيان بنروح لاي حد متخصص في اي جمعيه خيريه جنب البيت، ولا مش لازم دكتور كبير يعني. معلش نهدى شويه يا ماميز كده على الاطفال اللي عندهم فرط حركه، هم مش بايديهم طبعا. هم لو يطولوا يساعدوكم لان هو اكيد بيحبك حب ملوش اول من اخر، انت اول حب في حياته، لو يطول يساعدك وما يخليكيش تزعقي له ابدا هيعمل ده، هي بتبقى حاجه غصب عنه. واساعده بسلوكيات، يعني تعال نرتب الدولاب مع بعض، فيتعلم الترتيب النظام. طبعا يتعلم النظام. لو هو سنه صغير شويه اخده معايا المطبخ الكاتشن، يعني انا لما سافرت ايطاليا لقيت ان كل الروضات هناك بتاعت مونتسوري معموله على هيئه مطبخ. تخيلي بيعالجوا فيها فرط الحركه. يعني يخلوه يفرق بين الحلو والحادق، الاكل الموجود، افكار الحلو والحادق والمالح، بين الاشكال دي البرتقاليه كبيره ودي برتقاليه صغيره، بين الالوان يخليه يركز اكتر، بين السخن والبارد. يعني بديله مفاهيم اجتماعيه وانسانيه تعمل له ترتيب في العمليات العقليه المعرفيه اللي عنده، فتنظم له فرط الحركه اللي عنده. طيب بمناسبه بقى فرط الحركه، ده اخر سؤال معانا جانا على السوشيال ميديا. ام بتسال ازاي اذاكر لابني او اقعد ابني على الكتاب اللي عنده فرط حركه، بيبقى الموضوع صعب جدا. وده اخر سؤال؟ ده اخر سؤال معانا. عندي فرط حركه مش هجاوب. ببساطه شديده جدا، انا ما ذاكرش معاه المذاكره التقليديه. يعني استخدم السوشيال ميديا، استخدم اليوتيوب، استخدم الصور مثلا، الصور المحببه لي اللي فيها جاذبيه وتشويق واثاره، اخش على المنصه التعليميه اللي الوزاره عاملاها، افتح قناه مدرستنا، يعني اشكل له كده والعبه كل الالعاب.
واخلي في ارتباط شرطي بين الماده العلميه المقدمه ومكتسبات هو بياخدها. طبق رز بلبن، حته كيكه، حاجه بيحبها، شوكولاته كده، حاجه صغيره. ما هو بلاش شوكولاته، خليه هايبر اكتر. ما هو عشان بس يركز اكتر كده هايبر اكتر. لو محفز، لو محفز ماشي يعني، خليها زي الجوهره كده محفز. ما احنا قلنا هنخلي الشوكولاته عشان لو ذاكرت او خلصت هديك حته شوكولاته. خليها محفزات شغال بقى هايبر بقى بعد كده براحته، ماشي، ما ينامش، ما يروحش الامتحان بكره. بالظبط كده هو. وانا كمان يعني ابتدي لما اجي اذاكر له، اذاكر له باسلوب تمثيلي. يعني دي حته مهمه، مثلا أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها. أيوة. واعمل له بايدي كده، استخدم كل ادواتي عشان يعرف ان حرف الالف طالع لفوق مش مكسور لتحت. أيوة. وهكذا جايب حرف اللام، اقول له عصايه الراجل العجوز اهي بس بالمشقلب. يعني ابتدي انا اخليه يحب الموضوع. ايوه، اجسد له اداء تمثيلي في عملية المذاكرة والتحصيل الدراسي. أوكي. ومعاقبهوش على عدد ساعات المذاكرة، مش ده القياس عنده. أيوة. أنا عامله بالإنتاج، المحصول المعرفي. أيوة. عنده يا ابني قد إيه؟ 10 على 10 كده. مش لازم 10 ساعات على الكتاب علشان خاطر نخلص، لا، ممكن يبقى بالزبط. ساعتين ويقدر يخلص. صح. اللي مطلوب منه. دكتور وليد هندي، بشكر حضرتك جدا جدا، استفدنا منك، واعتقد ان شاء الله بعض الامهات اللي اتفرجت علينا النهارده هتبقى استفادت. بالراحه على اولادكم شويه، بلاش ضرب نهائيا. احنا اتفقنا مع بعض انه الضرب البسيط هو نفس الضرب اللي فيه عنف شديد، في الاخر هتلاقي عندهم نفس النتيجه، هتسيب لهم اثر نفسي مش حلو خالص. كان معانا دكتور وليد هندي، استشاري الصحه النفسيه. هنروح لفاصل صغير جدا ونرجع لفقره جديده ان شاء الله. رجعنا لكم مره تانية، بنستقبل ضيف جديد وفقره جديده النهارده في يومنا، واحنا معانا فقره مختلفه جدا دلوقتي، وهي عن قصه فيلم صوره اخرجه 19 طالب هم في كليه الاداب قسم علوم الاتصالات والاعلام في جامعه عين شمس. الطلاب دول بقى قرروا ان هم يعملوا فيلمهم، وان هو يكون عن عواصم مصر، وده كان في خلال 10 دقائق بس. لخصوا حكايات 4 عواصم مهمه جدا في مصر او في تاريخ مصر القديم والحديث، منهم منف وطيبه لحد العاصمه الاداريه الجديده. وطبعا 10 دقائق ده يعني مده قليله جدا انك تقدر يعني تنقل فيها الحاجه او الفكره اللي انت عايز تنقلها. هنعرف منهم النهارده الوقت ازاي سنح ليهم ان هم يقدروا يعملوا ده ويعملوه بالشكل الجميل ده. منورنا النهارده في الاستوديو 2 من فريق العمل، وهم هايدي طارق ويمنى عصام. وطبعا ان شاء الله النهارده هنعرف منهم حاجات كتير بيكي. اهلا بيكي يا هايدي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا يمنى. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا هايدي. اهلا بيكي يا يمنى مره ثانيه. لكن قبل بقى ما نبدا فقرتنا، انا عايزه احييكم جدا جدا على الفكره الحلوه والجديده دي، وفي نفس الوقت هي حاجه حلوه لانها ترويج للسياحه المصريه. وزي ما ساره قالت ان انتوا في 10 دقائق قدرتوا تتكلموا عن تاريخ، يعني كمان قدرتوا تدوا معلومات في 10 دقائق لكل اللي بيتفرج على الفيلم بتاعكم. فادونا بقى يعني في العشر دقائق دول اهم المعلومات اللي انتوا كتبتوها عن التاريخ. اتفضلي يا يمنى. هايدي ويمنى. ايوه صح. احنا في البدايه خالص قعدنا 19 شخص، قعدنا نحاول ان احنا نجمع افكار، كلنا حطينا افكار كتير جدا، فبس استقرنا في الاخر على فكره العواصم كلنا حبيناها. جمعنا فيها معلومات كتير جدا. احنا جبنا في الفيلم اول عاصمه معانا خالص كانت طيبه. طيبه جبنا فيها معلومات، جبنا معبد الكرنك، معبد الاقصر، وادي الملوك، وادي الملكات، وطريق الكباش. جبنا طبعا معلومات عن كل حاجه هناك في الفيلم، وطبعا كنا بنحاول ان احنا نحاول نجمع اكبر قدر من المعلومات، لان في 10 دقائق وجايبين فيه 4 محافظات، 4 عواصم، فالوقت مش هيكفي كل ده. بالظبط. ايوه. وطبعا بعدها كانت الاسكندريه، جبنا برضو فيها مكتبه الاسكندريه والمسرح الروماني، واللي هي الكنيسه اللي هي في الاسكندريه. أوكي. اول كنيسه في العصر القبطي في الاسكندريه. وبعدها انتقلنا للقاهره، وكان مسجد احمد ابن طولون والقلعه، وكان جواها مسجد محمد علي، وكمان جبنا الازهر، جامع الازهر. ما شاء الله. وبعد كده بقى انتقلنا للعاصمه الاداريه الجديده، جبنا منطقه طبعا اخر حاجه خالص بقى العاصمه الاداريه المستقبل بقى. ان شاء الله. جبنا فيها كذا مكان، جبنا طبعا الحي الحكومي ومتحف العواصم والمكتبه اللي هناك، وصورنا في كذا مكان هناك بحيث ان احنا نقدر برضو ان احنا نجمع اكبر قدر من الاماكن في خلال 10 دقائق يعني. حلو جدا. هايدي، يمكن احنا عارفين انه مشاريع التخرج خاصه اللي بتكون قصه مصوره بيكون في اختلاف على الفكره، فهل ده حصل معاكم ولا لا؟ هو احنا جبنا كذا فكره وافكار كثيره وكنا بنقعد نتناقش فيها، لكن الفكره دي كانت حضرتوا كام فكره كده تقريبا؟ كل واحد كان بيحضر 5 افكار او اكتر. وانتوا 19 واحنا 19 يعني كنا داخلين في 100 فكره. ما شاء الله. الفكره دي 19 وقفوا عليها، يعني مفيش كان اختلاف عليها خالص.
فعشان كده بدانا ننفذها. اوكي. بدانا بقى نفكر الاماكن اللي هاي زقتها دي، طب هنربط يعني انا العاصمه الواحده فيها كم اماكن اثريه كتير جدا، طب انا دي هختار المكان ده ومش هختار ده، بقينا نربطها بالعصور. يعني احنا عندنا عصر فرعوني فهنجيب اماكن فرعونيه في الاقصر، عندنا بعد كده مثلا العصر اليوناني والروماني والقبطي كان في وقت الاسكندريه، فجبنا حاجه يوناني حاجه روماني حاجه قبطي. جينا في القاهره عندنا عصر اسلامي وعصر محمد علي، فبدانا نجيب مساجد عشان ندل على العصر الاسلامي، وجبنا القلعه عشان عصر محمد علي. مجهود كبير جدا. فكنا عايزين اللي هو اصلا يعني ليه اخترت دول او ليه جبت ده وما جبتش الباقي، فكان لازم ان انا احط ربط عشان اربط الفيلم كله ببعضه. بعد كده عاصمه اداريه بقى عشان هي مستقبل مصر، فجبنا كل الاماكن اللي فيها واتكلمنا عن كل المعلومات اللي فيها. طيب اكيد يا هايتي كان في بقى صعوبات في التصوير، وطبعا انتوا بتتكلموا برضو في حاجات تاريخ فمش كل حاجه بتبقى سهله للتصوير، والحاجات دي احنا كلنا فاهمينها. قولي لي ايه الصعوبات اللي انتوا قابلتوها في ده، ومين كان بيساعدكم؟ لانه اكيد الموضوع مش سهل خالص تصوير، انا متاكده من حاجه زي دي. بالظبط، احنا عشان نروح اي مكان اصلا لازم قبلها طبعا تصريح. تصريح اكيد. فاحنا في موضوع التصريح ده طبعا لفينا كل عشان نطلع من كل هيئه التصريح بتاعها وكده. طبعا وزاره الاثار ساعدتنا كتير في الموضوع ده، ان هم طلعوا لنا التصاريح بتاعتنا وكده عشان نقدر نصور في كل الاماكن. طبعا كان عندنا اماكن كتير جدا، فاللي هو الصعوبات اللي واجهتنا ان احنا كمان بنسافر، وطبعا في ميزانيه عاليه للسفر في كل الاماكن دي، فدي من اكتر الصعوبات كمان اللي واجهتنا، ان احنا طبعا تعبنا في السفر وعملنا مجهود فعلا كبير. يعني ال 19 كانوا بيسافروا مع بعض؟ لا، كنا بنختار كل مكان بيسافروا مجموعه من الاشخاص مع بعض. كويس قوي. هيدي يمكن كمان عايز اعرف انتوا اخترتوا العواصم دي على اساس ايه؟ لانه انا عارفه جدا ان هو شيء محير، لانه مصر تاريخها مليان بالتفاصيل وبالمدن وبالعواصم اللي مليانه برضو جواها بالتفاصيل. أيوة، فانتوا اخترتوا العواصم دي على اساس ايه؟ احنا اخترنا العواصم بنفس فكره برضو العصور، ان احنا عايزين نجيب اهم عاصمه في كل عصر. فاحنا كده كده يعني كنا مثلا عصر فرعوني فيه عواصم كتير قوي، فاحنا جبنا مثلا طيبه منه. بعد كده بقى اتنقلنا اسكندريه والقاهره والعاصمه الاداريه، لكن كله كان بيمشي بربط ان احنا عايزين نربط عصور مع عواصم. ده التسلسل الزمني يعني. يعني نمشيها بان هي من كل عصر نجيب اهم عاصمه فيه. اوكي. طيب الفيلم كان مده تصويره 10 دقائق، او مش مده تصويره، هو 10 دقائق. طيب مده التصوير والمونتاج والحاجات دي كلها اخذت منكم قد ايه؟ احنا في الاول خالص التصوير، احنا في اول عاصمه خالص اللي هي الاقصر قعدنا 3 ايام تصوير فيها. بعد كده اسكندريه كانت يومين تصوير. وبعد كده بص يا ساره، احنا بنتكلم كده في 5 ايام من غير ما نكمل عشان نطلع ب 10 دقائق في الاخر. بالظبط، متخيله المجهود؟ 9 ايام تصوير تبقى 8-9 ايام تصوير. برافو عليك. وبعدين وطبعا الحوارات مع المصادر المهمه اللي معانا في الفيلم دي كانت ايام منفصله، فكل ده نزول برده مختلف عن ايام التصوير. فكان عندنا طبعا كل الايام دي، غير بقى المونتاج. المونتاج قعدنا فيه برده كذا يوم، يعني ممكن حوالي مش عارفه ايه. المونتاج بياخد وقت كبير. يعني هو مثلا حوالي اسبوع مثلا او حاجه، ان احنا كل شويه طبعا نعدل حاجه نغير حاجه علشان طبعا نقدر نجمع الماتيريال. 10 دقائق و 10 دقائق عشان تلخصوا 10 دقائق فيها كل المعلومات اللي هم عايزينها. ايوه بالظبط. طيب يعني هو الفيلم اساسا بيروج للسياحه الداخليه، هل ده كان مقصود وانتوا بتشتغلوا على الفكره ولا لا؟ احنا كان عندنا كذا هدف من الفكره، ان احنا نروج للسياحه الداخليه، وان احنا كمان نعرف اللي بيتفرج عن ماضي وحاضر ومستقبل مصر. يعني كان في اكتر من هدف. كان في اكتر من هدف، وان احنا نثقف الشباب نفسهم باللي هو تاريخ مصر كلها، يعني من زمان لحد دلوقتي، وان دايما مصر سايبه اثر سواء في الماضي او في الحاضر، كمان في المستقبل هتبقى سايبه اثر من خلال عاصمه اداريه جديده. دي الجمله الختاميه للفيلم. فدي كمان كانت الجمله حطيناها جمله ختام للفيلم، ان احنا نوصل بيه الهدف ده، وسميناه اثر يعني عشان مصر سايبه اثر في كل عاصمه. حلو قوي اسمه على فكره. فاحنا اخترنا ده كله، يعني احنا كنا كل حاجه نحاول نربط كل حاجه ببعضها علشان اللي بيتفرج يبقى فاهم الفيلم من اوله لاخره، ما يبقاش تايه. الرساله تبقى واضحه. دي راح ده او دي عمل ده. طيب اكيد في ردود فعل، يعني انا اعرف بقى انا مشروع التخرج الدكتور بيبقى مع دكاتره كتير كده وقاعدين وبيشوفوا الفيلم بالتفاصيل، وبقى بيبقوا عايزين ايه، مفيش حاجه او دقيقه تعدي منهم. كان ايه رد الفعل على المجهود الكبير قوي ده؟ احنا دكاتره القسم بتاعنا اصلا من اول ما عرضنا عليهم الفكره خالص كانوا مبهورين بيها، وكانوا مستنيينها اصلا بعد ما يعني كان برزنتيشن اللي هو الفكره بس الترم الاول، كانوا مبهورين بيها، فكمان كانوا مستنيين جدا الترم الثاني التنفيذ ان هم يشوفوها. فلما الدكاتره القسم بتوعنا شافوها عجبتهم جدا، وكانوا مبهورين بيها طبعا، وقدروا فعلا المجهود، لان احنا كنا دايما بنروح ناخد منهم امضاء على التصاريح بتاعتنا، فهم عارفين من الاول ومتابعين معانا الموضوع مش بسيط خالص. بالظبط. ايوه. هل انتوا مستنيين تتشاركوا بالفيلم ده في مهرجانات، ولا انتوا هيقف عند ان هو فكره مشروع وبس؟ لا، احنا بالنسبه لنا الفيلم عايزين نشارك فيه في مهرجانات كتيره، يعني مهرجانات اللي تبع الجامعات، كده كده الجامعه عندنا بتقدم بكل الافلام في المهرجانات دي، وكمان بقى في مهرجانات ثانيه. احنا بنعمل سيرش وبنبدا ان احنا نشوف ايه المهرجانات اللي نفس الشروط بتاعت الفيلم بتاعنا ونقدم فيهم. اخترتوا حاجه لحد دلوقتي؟ هل فيها يعني مهرجانات بعينها هي دي اللي انتوا حابين انتوا تشاركوا فيها؟ هو احنا حاليا لسه بنعمل سيرش، ولسه في مهرجان الجامعه بتاعتنا، وفي بقى مهرجانات جامعات الاعلام كلها،
يعني كليات الاعلام في كل الجامعات بتبقى عامله مهرجان بنقدم في كذا حاجه. في مهرجان الشروق كل سنه الجامعه عندنا بتقدم بيه، في مهرجان ابداع ده بيجي عندنا الجامعه برضو. ده حلو قوي المهرجان ده، عارفه يا فرح مهرجان ابداع بيخلي الشباب كلهم يشاركوا فيه من كل المجالات، فبجد حقيقي بيطلعوا المواهب الحقيقيه اللي عندهم فعلا. طيب انا هغششكم، هو مهرجان القاهره تقريبا هيبقى في شهر 11 ان شاء الله، يعني ايه رايكم لو قدمتم فيه؟ لان انتوا كمان مش بتتكلموا على حاجه تخص الجامعه بس او حاجه علميه بالزبط. او حاجه الانسان مش هيبقى عايز يتفرج عليها، انتوا بتتكلموا ان هم مصورين يا ساره تاريخ مصر وفي 10 دقائق وجايبين حاجات اعتقد مش تقليديه، يعني حاجات مش اللي افتح جوجل الاقيها في وشي على طول، يعني فيها تفاصيل، فايه رايكم انتوا تقدموا؟ احنا متحمسين جدا بصراحه ليه، ويعني بنفكر فعلا احنا نقدم ومجمع الداتا وايه الشروط اللي فعلا مناسبه لينا وكده عشان نقدر ان احنا نقدم في المهرجان. حلو قوي يعني جود لك بجد، مهرجان مهم جدا لو شاركتوا فيه اكيد هتبقى فرصه عظيمه ان الناس كلها تتعرف على مجهودكم اللي انتوا عملتوه. هايدي، وزاره السياحه دعمتكم باي شكل من الاشكال؟ هل اتفرجت مثلا على الفيلم ده بعد ما اتعرض او ولا لا؟ احنا لسه متواصل معاهم ان احنا نعرض لهم الفيلم ده، واحنا كان معانا كمان دكتور مصطفى وزيري الامين العام للاثار كان من المصادر اللي طالعه معانا في الفيلم يعني. وكان حتى سالنا ساعتها ايه فكره الفيلم كله وقلنا له، قلنا له الاماكن اللي هنصور فيها، قلنا عشان لو في حاجه مثلا يعني يعرف يعرف الفيلم بيتكلم عن ايه برده وكده قبل ما نصور معاه، فعرفناه كل حاجه وكانت عاجباه الفكره جدا. واحنا برده نتواصل ان احنا نشوف لو في مؤتمرات تبع الوزاره او لو حاجه تبع الوزاره. دايما الواحد لما يعني بينجح مع تيم او بينجح مع اصدقاء في حاجه معينه ويبقى رد الفعل كبير ونجاح جدا ما شاء الله، بيبقى عايزين ان هم ما يقفوش هنا، ما تبقاش دي نقطه النهايه بل تبقى نقطه البدايه. فهل انتوا عايزين تعملوا حاجه مع بعض نفس التيم ال19، خصوصا انه ما شاء الله انتوا كلكم اشتركتوا في كل حاجه مع بعض، تعملوا فيلم تاني بره بقى الجامعه، انتوا خلاص اتخرجتوا بره الجامعه، تحبوا تعملوا كده ولا خلاص كل واحد بقى يشتغل ويبعد عن التاني وانتهينا؟ انا عن نفسي احب جدا يعني خلاص يومنا بدات المبادره هو انت طبعا احب جدا، واحنا اصلا بنفكر فعلا يعني اتكلمتوا بده فعلا. كل يوم بنتكلم في الموضوع ده اللي هو نعمل حاجه تاني زي المشروع ده يعني، ونفضل بقى نشتغل في موضوع صناعه الافلام وطبعا نروج للسياحه اكتر واكتر وكده يعني. بس الواحد لما بينجح في حاجه مش عايز يقف عندها، خلاص بقى عايز يكمل يكمل بقى، ما هو ما شاء الله عارف مهاراته يعني. واحنا عندنا حب، احنا حابين ده يعني كمان. طيب حلو قوي، انا عايزه اتعرف على احلامكم بقى اكتر، يعني كل واحده فيكم تكلمني عن احلامها، نفسها تكون ايه لما تكبر؟ يعني بتفكروا من دلوقتي انتوا نفسكم تطلعوا ايه؟ هو انا من وانا صغيره نفسي ابقى مذيعه يا حبيبتي، دخلت اعلام اصلا. برافو عليك ان شاء الله. ان شاء الله يعني، فدي من احلامي. وطبعا لما دخلت الكليه واستعيكي اصلا مجال اكتر ان انا افكر في حاجات تانية زي ان انا مجال العلاقات العامه ومجالات كتيره يعني. طب انت حابه تشتغلي مذيعه فنيه بقى ولا مذيعه نشره ولا مذيعه رياضه سياسه ولا رياضه ولا ايه؟ انا مايله جدا وزاره النشره لان انا بحب اقول اخبار وكده ويعني. لا بالتوفيق ان شاء الله. وانت يا يمنى؟ انا بحب الاخراج جدا، كتير مع بعض زي بعض هنسافر مع بعض. ايوه خلاص. انا بحب الاخراج جدا، ولما جربت كمان في الفيلم وكده ان انا انزل واشوف وانزل كذا لوكيشن تصوير، فحبيت ان انا صناعه الافلام والاخراج وده ان انا اكمل فيه واتعلم فيه اكتر. يمنى انت كنت ماسكه الاخراج في الفيلم؟ هو انا كنت ليدر الجروب، فانا كنت في كل حاجه في الفيلم. ليدر كانت عامله فيكم ايه بقى؟ انا عايزه اعرف الليدر بقى ايه، شكلها طيبه كده ولا بجد؟ ماشي، اصل عارفه الليدر ما بيكونوش طيبين. هي تحكي لك. احنا معانا على التليفون سراج زهران وهو بطل فيلم اثر. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا، مساء الخير. مساء النور. طبعا يعني ما شاء الله، اول حاجه الف مبروك على الفيلم، ويعني دايما اتمنى اشوفكم في مهرجانات وافلام اكتر مع بعض، لان انتوا تيم فعلا بيبان عليه النجاح من ان انتوا مشتركين مع بعض. شكرا شكرا، ربنا يخليكي. طيب يلا انت سالي بقى يا ساره. خلاص. طيب يا سراج، انا عارفه ان انت اللي مثلت في الفيلم وانت اللي كنت ظاهر طول الوقت في الفيلم. أيوه. كان اختيار مين ولا ترشيح مين ان انت اللي تظهر في الفيلم، ولما عرفت كان رد فعلك ايه؟ هو انا في قسم اداب في جامعه عين شمس، فليا زميله في المسرح معايا هي في التيم برضو، فكان كنت انا من ضمن الترشيحات يعني، والتيم فوت عليا وكده والحمد لله بقى يعني، ربنا اذن وكده وعملنا شغل حلو ما شاء الله. طيب سراج، ايه بقى احنا سالنا هايدي ويمنى وقالوا لنا ايه الصعوبات اللي هم قابلوها، انت ايه الصعوبات اللي قابلتك بما انك انت بطل الفيلم اثناء التصوير؟ يعني كان كتجربه جديده، هي مش صعوبات بس تجربه جديده، فانا يعني كنت متحمس لها وخايف ان انا ما ابذلش فيها جهدي كله وطاقتي كلها، لكن فكان دايما تحدي ان انا اطلع احسن ما عندي والشغل بيطلع كويس يعني، لان اعتبرت نفسي حد من التيم، مش يعني حد جاي اخلص شغل وامشي، اعتبرت نفسي حد من التيم، ف
لازم اطلع احسن شغل وكده. طيب سراج، قول لنا انت نفسك الفيلم يشارك في مهرجانات، ولا انت موضوع بالنسبه لك لحد ان هو مشروع تخرج كده تمام جدا؟ لا لا لا، مش مشروع تخرج، بالعكس نفسي يوصل لمهرجانات كتير جدا ويشارك في اكثر من مهرجان، لانه يستحق ده. يعني هو احنا اشتغلنا كتير جدا طيب سراج، يعني انت بقى نفسك تمثل تاني وتدخل بجد مجال التمثيل، ولا هو كان مجرد فيلم وخلاص وتجربة وخلاص الموضوع انتهى على كده؟ يعني ده يعني حلم من احلامي طبعا، ان انا يبقى مجال التمثيل اكمل فيه، يعني هي هواية وحلم وحاجة انا بسعى فيها. يعني بسعى، وباذن الله بقى كرم ربنا يجي وقت ما يجي، بس اهم حاجة ان انا بسعى فيه. يعني وزرت الاماكن التاريخيه دي قبل كده، ولا دي كانت اول مره ليك؟ وانا رحت الاقصر وانا صغير، لكن مش فاكر حاجات فيها كتير قوي، فلما رحت كان يعتبر اول مره، ففعلا كان يعني الرياكشنات والرياكشنات على وشه كده كانت حقيقيه. هو فعلا حاجات دي مفخور بيها، ومصر فعلا فيها يعني حاجات قوي جميله. طب يعني كمان سراج، انتوا اشتغلتوا على فيلم مهم جدا الحقيقه، محتواه كان بينقل للناس اهميه التاريخ، وكان بينقلهم كمان معلومات مهمه جدا عن اماكن سياحيه موجوده، او كان مبدئيا بيروج للسياحه، ثانيا كان بينقل معلومات مهمه عن الاماكن السياحيه دي. فانت بعد ما اتفرجت على الفيلم وشفت اهميته وزرت الاماكن دي بنفسك، تقول للناس ايه؟ لا انا يعني بجد فخور جدا ببلدي والاماكن اللي فيها، وبقول للناس ان هم لازم يعني يروحوا يشوفوا الاماكن دي نفسهم، لان يعني مهما الفيلم مبين صوره معينه، فدي صوره ضمن الصور اللي احنا شفناها، والداتا كتير قوي بجد، يعني لازم الناس تروح تشوفها، يعني يعني حاجات لازم تتشاف، مش بمجرد فيلم. حاجات موجوده على ارض الواقع حلوه جدا، انه العالم كله بيجي لها من بره، فاحنا يعني المصريين يعني لازم فعلا نروح ونشوفها. بالظبط. جميل. شكرا جدا ليك يا سراج، والف مبروك على نجاح الفيلم، وان شاء الله عشان ده حلمك انك تبقى ممثل، ان شاء الله تمثل وتبقى ممثل كبير كمان. لا وليكم كمان، يعني انتوا بجد نورتونا، ويعني عايز اعرف انتوا بتفكروا، انتوا كتيم تشتغلوا على حاجه تانية قريبا؟ في حاجه بتجهزوا لها الفتره اللي جايه ولا لا؟ هو احنا حاليا لا، يعني لسه مفيش حاجه، عشان احنا لسه برضه خارجين من المشروع، تاخدوا نفسكم لسه، نفس الاول بس بريك بريك بالظبط، تحسوا خلصين امتحانات امبارح، فاللي هو يعني الحمد لله ربنا معاكم. وانت يا يمنى بتفكري في حاجه لسه في دماغك فيها افكار، ولا برضه لسه بتحاولي تستريحي من اللي فات؟ ناخد بريك وبعدين نبدا في حاجه او نشوف لسه كويس. تقولوا طيب ايه للناس؟ حابين بقى يعني حاجه اخيره تقولوا للناس ايه عن الفيلم وعن الاماكن السياحيه اللي انتوا زرتوها، وايه نصيحه ليهم؟ حابين نقول لهم ان هم عن الاماكن الجميله قوي اللي موجوده في بلدهم، واحنا يعني اللي ما شافهاش يعمل ايه؟ بالظبط، يعني احنا بنقول ان بجد لازم الناس كلها تتفرج على الفيلم، احنا اصلا مترجمينه انجلش مش عشان بس المصريين يتفرجوا عليه، عشان العالم كله يتفرج عليه، لانه فعلا جايب اماكن الناس لما تشوف المناظر اللي طالعه هتحب ان هي اصلا تروح المكان بنفسها. طبعا في مصر اماكن كتير جدا حلوه تستاهل ان احنا نروح نزورها، فعشان كده انا بقول لهم يروحوا ويسافروا ويشوفوا الاماكن دي بنفسهم، يعني هيتبسطوا يعني هناك لو راحوا. اكيد خلاص. اكيد على ضمانه هايدي كمان. طبعا على ضمانتها، واحنا هنروح معاهم اساسا، هم اللي هيودونا الاماكن دي ويقولوا لنا نروح فين بالظبط. انا كنت اول مره اروح الاماكن دي، لا وحاسه ان انا عايزه اكررها تاني وتالت، يعني اروح تاني واتفرج تاني. خلاص روحوا بقى المره دي، روحوا مع بعض اتفسحوا، يعني خلاص يعني مفيش ضغط بقى وتصوير وحاجات، يعني روحوا اتبسطوا. يعني انا بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده، انتوا نورتونا، وجود لك في اللي جاي، نجحتوا نجاح، حققتوا نجاح كبير في الفيلم ده، وان شاء الله في اللي جاي كمان هتحققوا نجاح. الف مبروك. بشكرك جدا يمنى، ميرسي جدا ليك يا هايدي ولسراج كمان بطل الفيلم. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، حقيقي السياحه الداخليه مليانه، احنا عندنا يمكن الناس بتسافر بره على عشان مثلا تركب تتسلق الجبال، على فكره احنا عندنا هنا برضو تسلق الجبال، ويمكن كمان في جبل المقطم عندنا في دير الانبا سمعان مثلا حاجه رائعه منتهى الجمال. دوروا جوه بلدكم هتلاقوا حاجات رائعه وجميله جدا، الناس بره عارفينها، يمكن احنا معلوماتنا قليله فيها شويه، بس حابين ان احنا يعني معلوماتنا تكتر وتكبر اكتر. روحوا وزوروا الاماكن دي، هتنبسطوا وهتسعدوا بشكل كبير جدا، ده غير طبعا ان انتوا ماديا مش هتتكلفوا بشكل كبير قوي زي ما هتسافروا بره. بشكركم لحسن متابعتكم لينا النهارده، ميرسي يا فرح ليكي. ميرسي يا ساره. مشاهدينا هنشوفكم بكره حلقه جديده، وانتي